بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم مهندس أحمد فكر محمود، مركز شبكة معلومات جامعة أسيوط. أخذنا في الدرس الرابع كيفية إعداد ويندوز 7 على القرص الصلب سي، وفي الدرس السادس أخذنا كيفية عمل نسخة احتياطية من القرص الصلب سي على ملف إيمج. وإن شاء الله في هذا الدرس الدرس السابع سوف ندرس إن شاء الله كيفية استرجاع النسخة الاحتياطية من الملف إيمج إلى القرص الصلب، وذلك في حالة إنه الويندوز يضرب عند حضرتك. لعمل ذلك نقوم بتشغيل الكمبيوتر بأسطوانة الهيرنز كما تعلمنا سابقا. من الشاشة الرئيسية نختار ستارت بوت سي دي. تظهر قائمة البرامج الموجودة على أسطوانة الهيرنز، نختار منها باك اب تولز. تظهر قائمة البرامج الخاصة بالباك اب، نختار منها كرونيز ترو ايمج. طبعا أخذنا في الدرس السابق كيفية عمل النسخة الاحتياطية باستخدام الأمر كرييت ايمج. في هذا الدرس سوف نستخدم الأمر ريستور ايمج لاسترجاع النسخة الاحتياطية من الملف إلى القرص الصلب. هنضغط على ريستور ايمج، تظهر شاشة ترحيبية، نضغط منها على نيكست. تظهر نافذة منها نختار القرص دي الموجود عليه النسخة اللي هي الاحتياطية اللي اسمها وين 7، نحددها ثم نضغط على نيكست. تظهر نافذة نختار منها نو اي دونت وانت تو فيريفاي ثم نضغط نيكست. تظهر نافذة نحدد منها القرص الصلب ثم نضغط منها نضغط نيكست. تظهر نافذة نحدد منها البارتيشن اللي احنا هنرجع عليها النسخة ولتكن وهي بارتيشن سي ثم نضغط نيكست. تظهر نافذة نحدد اكتف ثم نضغط نيكست. تظهر نافذة نضغط على نيكست. تظهر نافذة اخرى نختار منها نو اي دونت ثم نضغط نيكست. ثم تظهر نافذة نضغط منها على بروسيد. طبعا ضغطنا على بروسيد ليبدأ في عملية استرجاع النسخة، وهذه النافذة توضح الوقت المستغرق في عمل استرجاع النسخة الاحتياطية. طبعا ننتظر حتى تظهر النافذة التي تظهر بها رسالة the image was successfully restored، ومنها سوف نضغط على اوكي. وهنا سوف اوقف عملية التسجيل حتى لا يزداد حجم الفيديو. وبعد أن تتم عملية استرجاع النسخة الاحتياطية بنجاح، تظهر رسالة The image was successfully restored، منها نضغط OK. وبهذا نكون قد انتهينا من استرجاع النسخة الاحتياطية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.